أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل من فرنسا يقول: من ترك صلاة الجمعة بدون عذر شرعي وهو ممن تجب عليه صلاة الجمعة. يقول أحسن الله إليكم: من ترك صلاة الجمعة بدون عذر شرعي وهو ممن تجب عليه صلاة الجمعة، فهل يصليها صلاة ظهر بدل صلاة الجمعة؟ بلا شك إذا فاتته صلاة الجمعة صليها صلاة ظهر، لكنه يأثم إثما عظيما إذا ترك صلاة الجمعة من غير عذر، وهو ممن تجب عليه صلاة الجمعة، ليس مسافرا ولا مريضا ولا امرأة ولا مملوكا، أربعة لا تجب عليه صلاة الجمعة، إذا كان منهم فلا بأس، أما إذا كان ممن تجب عليه صلاة الجمعة وتركها فهذا عليه وعيد شديد. قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. إذا ترك جمعة واحدة ترك الثانية، تساهل فلا يفتح على نفسه هذا الباب. نعم.